نرحب بمبدعنا اللي دائما يضيف نكهه جميله بتواجده ويانا جواد. صباح النور. تعرف الحلو بالموضوع شنو جواد؟ يعني انت مباشره من دخلت اليوم ونورتنا بالاستوديو صورت سناب شات، فاكو ميزه افكت بالسناب شات ينطيك الوقت يعني بالساعه وبالدقيقه، يعني بمعنى انت بتاخر ما تقدر تغير اصلا يعني بمعنى انه سناب شات ولا بمعنى برغي شات عشان برغي شات برغي شات يطق برغي بحر اي هاي سالفه يعني شلون واحد يعني يحرق واحد يحرق واحد يحرق واحد برغي شات اوكي ما عشان يطلع لك انت عم تدور على الفكره ولا بما لقيتها فعلا يعني طول امبارح مو حكينا عم دور على الفكره جواد انت بالشارع تعال هنا دور لا سيد فعلا يعني في ايام خلاص تعرف انه في شيء بدك تعرف توصلها ما كان تزبط الصبح يعني قبل البرنامج بشي ساعه لا قررت انه قررت اخيرا قالها لا احنا بتعصلج مع الواحد يعني بده خلصنا حتى اتفقنا امبارح انه عن شو موضوعنا اكيد عن احلام امنيات خلينا نقول ما انا عجبني سام الرايون صباحيون هاي الامور الاجواء غير احنا كائنات لحال كذلك كائنات بحد ذات نفس المريخيون يعني نيتشي كوكب لحال كوكب قول لنا اليوم شنو الموضوع شنو التحليلات ما راح يكون في تحليل ولا شيء ولكن بتخيل انه يعني على ضوء الاحداث اللي عم تصير مما سالت من الشباب والشابات والكبار والصغار انه شو امنيتك يعني يمكن الأمنية الأولى فعلاً هي نتخلص من داعش ب 2017 هاي آمال هاي إجماع عالمي صحيح تمام يعني أنا دائماً بحب كل ما نجيب سيرة إنه القضاء على داعش عسكرياً لازم يكون القضاء عليها فكرياً كمان في عنا كثير أسباب أول شيء هو هذا التشنج الطائفي اللي ماله طعم لا أدم ولا أخر يعني لو فيه خير هذا التشنج الطائفي يا محمد من 1400 سنة كنا حصلنا شيء تمام هي الطائفي وهذا التشنج زتنا برات التاريخ بكل أطيافنا بكل فئاتنا بكل قومياتنا تمام نحن ضلينا بتبع الدجاجة والبيضة هي عرفتها وصلت هاي واضحة جدا تمام فداعش هو يعني هو نتيجة مو سبب يعني نتيجة لعدة مشاكل مو سبب لا صارت عنا مشاكل بس عرفت كيف يعني داعش هو نتيجة تراكم أفكار وأساليب وقمع وتهميش وظلم يعني مو بس دواعش اللي بيحملوا سلاح او بيقطعوا رؤوس الناس، دواعش اللي بيزرعوا الافكار برؤوس الناس والشباب مرات تصريح اعلامي لا شك خاطئ يشنج العالم ويسبب جوز خاصة ان احنا لان مستعدين نفس يعني نحن مستعدين تراثيا ونفسيا وفكريا لاستقبال هاي الفكرة عليهم يا يعني وهكذا وصلت الفكرة فراح تكون بده بس اوكي تكتب على الموضوع يعني الفكره انه 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 برايي انه القضاء داعش ببلش فكريا قبل عسكريا بيمتد كمان فعلا يعني امنياتنا انه يكون باقل الخسائر اقل التضحيات يكون 2014 هو سنه القضاء على داعش كليا مو بس داعش يعني كل حدا بيحب يستثمر الدين بيستثمر اوجاع الناس لا يوصل لمبتغاه ويعمل هالجرائم هيك كلياتها فرح تكون رح يكون موضوعنا عن هالقصه احييك حترك لك الجو بس ما رح تكون بسيطه كثير ورح نشوفها بعد شوي انت بالبساطه الجمال موجود اكو السهل الممتنع يعني موجود بالشعر مثل قبل شويه كنا بومضه وايضا موجود بالرسم فالسهل الممتنع دائما هو شيء جميل الى هنا اعزائنا المشاهدين فقراتنا انتهت لكن قبل ما نختم وياكم خلي نشوف شنو رسمه جواد والفكره اللي انطانا اياها جواد وشنو الطبخه اللي حضر لنا اياها عماد واربعتنا على مود اليوم ناكل سوا عافيه زين كانت الرسمه عن الله هذا المقص يعني تمام يعني هي احييه تمام اي ف 2017 هو اشخاص من مختلف الاشكال والالوان والجناس يعني هن اللي يفكروا مع بعض ليرتقوا يعني هذا الالتقاء كثير مهم بالمقص ليقدروا يعني يتخلصوا من داعش من اهم شيء اهم انجاز صحيح وتحس بها امل حيل بها امل طبعا احنا يعني بدنا نحكي عن التخلص من داعش يعني بكل الوطن العربي مو فقط يعني امنياتنا تكون انانيه بالعراق ما رأي إذا لا إذا ظل هون لا لأنه إيه لأنه إذا يطلع منها يروح بغير منطقة وهكذا بدنا نشوف تلاقي واحد منهم بيروح مثلا رايح على شي دولة ثانية بتلاقي واحد فجر هنيك بيروح فيها عايش تيدك طبعا شيء جميل جدا وشيء مميز وفعلا حلو